مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من الكاميرا في الريف 7. الحلقه اليوم ستكون رائعه كروعه قلوبكم. طبعا حابين تعرفوا اين احنا. احنا اليوم في مدينه تلا التاريخيه. لمعرفه المزيد تابعونا. الى الشمال من صنعاء توجهت الكاميرا في الريف، تحديدا الى تلا التي تبعد عنها 45 كيلومتر. ابتسمت لنا ثلا فور وصولنا إليها ودعتنا للتعرف عليها وجها لوجه، وبدت وكأنها تود إخبارنا عن حياتها وسيرتها. أعرناها آذاننا وتركنا عدسة الكاميرا لتسجل تفاصيلها المدهشة. من أول نظرة تشدك منازلها المبنية بحجارة الجبل والمحمية بسور يصل طوله إلى أكثر من 2000 متر تقريباً. لم نكتفي برؤية المنازل، بل سرنا في شوارعها ودروبها الجميلة لنرى المنازل الصغيرة أيضا، فلقد كان لها وقعا في نفوسنا أكثر من مشاهدتها ونحن بالأعلى. في ثلا كنا كلما سرنا لاح لنا حصنها الشهير، والذي لم يعرف له تاريخ محدد لبنائه، وقد ذكره المؤرخ الهمداني الذي عاش في القرن الرابع الهجري في كتابه صفة جزيرة العرب، وقال عنه: وثلا حصن وقرية للمراين من همدان، وتقع البلدة في السفح الشرقي للحصن. تضم ثلا العديد من المعالم التي يمكن اكتشافها عبر التجول بين شوارعها الضيقة، كالجامع الكبير الذي يقع على تل مرتفع وسط المدينة، كما تضم أيضا عين ماء كبيرة، وقد أخذنا ندور حول سورها باتجاه أكثر مناطقها انخفاضا، حيث صنع سلم حجري تقوس درجاته في الماء. وعرفنا أن هذه العين هي المصدر الرئيسي لثلا من الماء. كان يوما جميلا قضيناه في ثلا، خامس مدينة يمنية ضمن مواقع ثقافية مؤقتة في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. تعرفنا عليها عن قرب، وكما استقبلتنا بابتسامة ودعتنا بأمل العودة إليها مجددا. أصبحنا وأصبح الملك لله. الآن بنبحث عن ممثل لأول مرة، ممثل طازج مقرطس من صبح الباري. صباحك. كيف الأحوال؟ حياكم الله. هذا قلبي يقول لي إن الأخ ممثل ما شاء الله. تابعت الكاميرا في الريف؟ نعم. في الأجزاء السابقة؟ نعم. تابعت تمثل أول مرة؟ نعم. ما رأيك تجرب اليوم تمثل؟ على ضوء مستعدي. هكذا؟ قد مثلت من قبل؟ المشكلة أنا قد مثلت من قبل وخذت هذا يعني. قال لك المشكلة يعني عندي مشكلة. مشكلة كأن يعني عندما الإنسان في أول مرة تطلق بادي ذا، لكن إنسان عندما يحاول مهر وثندن يعني مستعد إن شاء الله. يلا إذن أعزائنا المشاهدين، المتنافس تبعي لقيته، بقي الأستاذ يحيى، لقي المتنافس حقه أو ماشي نتابع؟ شو ذا أبو واحد أنا جي ابني جي جي والله ما عطيني من دخل. لا عندك يا حيا، أهلا وسهلا، حياك يا غالي جي. طبعا معنا فقره ممثل أول مرة، عاد مثل معنا إن شاء الله. كده مثل تمثلت والله مري، مثلت مري وهذا مرة ثانية إن شاء الله. اسمك؟ اسمي أحمد الورد. أحمد الورد يا حيا، أهلا وسهلا، ونتوكل على الله. مثل أول مرة إن شاء الله تبيض وشي، كما قلت كمال مع واحد قال أنه ما شاء الله داهية، أتمنى أن تكون أحسن منه. يلا بالخير. أعزائنا المشاهدين، اخترنا أثناء المتسابقين إن شاء الله يكونوا يعني ما شاء الله من الصبح هكذا من صبح الباري على الله. المتسابق عبد الرحمن احمد منصر. طبعا انت فريقي ان شاء الله تبيض الوجه ان شاء الله. متاكد؟ ان شاء الله. مين بسلك مبورد؟ لا لا ما بش بورده هكذا. لا لا على الله. المتسابق الثاني احمد الورد تبع الاستاذ يحيى. تم اختيار بعنايه مركز يعني اختبار قبل ورت الحارض لو ما لقيته. ها هذا حامي بعس. حامي عس كدم. طيب المشهد هو اذا انسان لقي حاجه يسال حق من؟ مش هاول الجيب، لان عاد عواقب وخيمه مثل ما اشوفه الان في المشهد. تصفيق على المتسابقين، الامور حاميه.
شفتوا المشهد؟ انا متاكد انك شفت احسن مننا، بس عاد ابدا انت ونشوف اللي شفت تطبقه. بسم الله. تصفيقه سك. يا ربي لك الحمد. ها قلنا قلنا ابن المشوار انجي قول لك يو يما ما عاد نقولها قول لك ايي. مشاهدينا الكرام، هكذا شاهدنا المشهد جميعا وانتم الحكم، لكن انا مش هقول صاحبي فايز ولا مش هقول صاحب كمال، النتيجه معروفه وكمال سوف يعلن النتيجه. طبعا المشهد كان مبدع، ولا بصراحه الاثنين مبدعين، بس في واحد مبدع في الاداء. طبعا المركز الاول كان من نصيب الاخ عبد الرحمن حط. مبروك عليك عبد الرحمن، 20,000 ريال و10,000 للورد. فقرة أنت السائل، إن شاء الله نلقى واحد من الجماعة هنا نعمل معها السؤال هذا. فعلا لقينا. السلام عليكم يا حياء، معنا فقرة اسمها أنت السائل، أتشارك معنا؟ طيب منكم ربط الحمار، ربط الحمار عشان نحن نتحرك أنا وأنت. يلا يلا يلا، أيوة ربط ربط ربط، جيلا عندي. أيوة هرب هرب يا ابني هرب. لا ها يلا جينا عندي. طبعا طبعا معنا انداري، طبعا معنا اسئله، معنا 30,000 ان نسال الناس، ان كل واحد يجاوب على السؤال. كم عن سؤال؟ 6، كل واحد ياخذ 5,000. اذا جاوبوا كلهم دارت الثلاثين، وان احد ما جاوبش تبقى في رصيدك. تمام، انتوا كان على ما هو السؤال؟ الى من ينتسب ثلاء؟ اذا مشاهدينا الكرام، الى من ينتسب ثلاء اللي هو باسم المدينه هذا؟ إذا نتوكل على الله وندور. يلا تعال معي، إن شاء الله نلقى واحد، إن شاء الله نلقى واحد يجاوب على السؤال. أولا ماشي ماشي ولا واحد يجاوبه، خلنا كل خير. وانت إلى من انتسب ثلاء؟ ثلاء انتسب إلى ثلاء ابن الباخة. الإجابة صحيحة. إذا الإجابة صحيحة و 5,000 ريال تفضلتي، 5,000 من رصيدك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله الله، هذا الاستاذ عطت لي هذا والدي، وانزل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تفضل يا ابني خمسة. وهكذا حصلنا على الإجابة الأولى،
وخمسة ألف قرحت باقي 25,000 ندور. نعم معكم يا إبراهيم. أهلا وكم يلا من جهة حيكم كيف أنتم؟ الله يبارك فيكم. أيوة خلاك من تلاحي سبحان الله يا عمر عمر أعين الله نستاذنكم. طارت 5,000 يا هنا يا هنا قلب الذحن ندور واحد ثاني لقينا. أين هنا هذا هو ذا بيتصل جيجي يمكن رزقه. تقول رزقه رزقه الله كريم ويمكن ما يجاوب. ايش تقول لك؟ ما اراد الله. ايش محمد علي الزلب مدينة طلع. طبعا معنا فقرة انت السائل معنا باسم 30,000 وانت معك لو جاوبت 5,000 ما جاوبش ترجع له. لحمد جاهز؟ السؤال الى من ينتسب طلع؟ الى من ينتسب؟ الى ثلاث ابن الباخ ابن قال ابن حميه الاصغر. الاجابه الصحيحه. اذا صحيح مبروك على الجائزه و5000 ريال وعدها. زعل لا زعل اذا شكلك زعل والله من قلبك مهني له. مبروك. اذا كم باقي معنا؟ باقي 20. باقي 20 دور اربعه نوزعها كلها. الله كريم. ايش رايك ندور واحد من هذا بدل ما ندور هذا لقد مسامعين قدروا قدر لهم بالاجابه هذه بالاجابه ما بلا انت. يلا ندور ندور واحد مش داري. ندور واحد مش داري. ايت يلا واحد ما احنا دارين به. طبعا معنا سؤال عايسالك الاخ احمد سؤال والسؤال في جائزه 5,000 اذا جاوبت عليه تحصل 5,000 ما جاوبش ترجع ال 5 لك يا احمد. انت جاهز؟ اسمك عبد الله ابو سعيد. عبد الله ابو سعيد يا عبد الله ثلاء الى من انتسب؟ ثلاء ثلاء انتسب الى ابن الباخه. ثلاء ابن الباخه. الاجابه صحيحه. صحيحه. اذا 5,000 مبروك على الاجابه وعده لخمسه. كم سنه؟ 15 باقي معنا 15. مبروك مبروك على الجائزه. اسالك ما مش انت والله ما فيها كذا كذب اي مضحك. لا 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 اذا نزل ندور. هي جينا هنا ندور. حسين الى من انتسب ثلاء؟ ثلاء ابن الباخة الحميري. ابن الباخة الحميري. يعني نفس الاجابه. اذا 5,000 مبروك على الجائزه وطارت 5,000 باقي معنا اثنين. رزقك رزقك مبروك. هاي الناس لا تخليني اخذها ما انا اخذها. الآن الخامس كم قطر رأيك؟ 20,000. زعلان ما؟ باقي اثنين إن شاء الله تطير ولا إن شاء الله تبقى؟ من هو نصيبهم؟ الله كريم. الله كريم. طبعا معنا سؤال ب 5,000 ريال، حيسألك سؤال إذا جاوبت حتحصل 5,000، ما جاوبت ترجع له. جاهز. ياسر محمد محمد حبالة. ياسر محمد، إذا أنت له سؤال. ياسر إلى من انتسب ثلاء؟ إلى الحمدي. الحمدي. الإجابة خاطئة. خاضعه وخسرت الخمسة الألف. مبروك عليك 5,000 في رصيدك. إذا باقي معنا كم؟ باقي 5,000. إن شاء الله تبقى لك ولا تطير. أنت راضي؟ راضي. يلا نتوكل على الله. دور. مع السلامة. باقي معنا كم؟ اثنين. نعم. أيوة. يا يفوزوا يا طير عشرة. باقي واحد. باقي واحد صح. بنحاول. يلا ندور. إذا ندور واحد لأنه أنا كنت شغال ذاك. لا ما هي بقاش. قد معك 5,000 باقي 5 ندور لها واحد إن شاء الله. معنا أنت سائل 30,000 قد وزعنا. كم قد وزعنا؟ 20 باقي 10 وثل نوزعها. إذا باقي 5 قعدت له وباقي 5 نوزعها من نصيبك أو ترجع له. أسألك سؤال إذا جاوبت تأخذ الخمسة ما جاوبت ترجع له. اتفقنا؟ السؤال إلى من انتسب ثلاء يا محمد؟ لا ابن الباحة الحميري. الباحة إذا الإجابة صحيحة مبروك عدى له 5,000. أنت مهني؟ وهكذا مشاهدينا الكرام بقيت له 5,000 وزعنا من 30,000 ومبروك عليك الجائزة وننتقل إلى فقرة أخرى. إذن أعزائنا المشاهدين وصلنا وإياكم إلى فقرة سميناها وصل. إيش فكرة الفقرة هذه؟ فقرة تدعو إلى التراحم إلى التواصل إلى يعني الجاري تفقد جاره
احنا بدورنا في البرنامج بنزور شخص معين، نتفقد، نوصله، نجيب المبلغ من المال، من باب التكافل والتراحم. الآن دلونا على شخص بنزوره ونوصله، تابعونا. ها ممكن يا أستاذ؟ السلام عليكم. كيف الأحوال؟ حياك وعافاه. أخي العزيز عن طيف، فقرة وصل ضمن برنامج الكاميرا في الريف. حياكم الله. فقرة وصل دليل للخير، دليل للتراحم، للتكافل الاجتماعي. الجار يوصل جاره. معنا جائزة بسيطة عبارة عن مبلغ مالي. بنحولها لك الآن. في معكم خدمة انفلوس هنا؟ موجودة. أيوة. نقطة انفلوس. الآن تدخل اسمك ورقم جوالك وتوصلك المبلغ المالي وتروح تشتري لك سلة غذائية لجدي. طيب نبدأ. هذا خدمة انفلوس. التحويل، إرسال حوالة. الاسم أنا اللي في البطاقة. أحمد. على بركة الله. توصلك الآن رسالة، توصلك الآن رسالة على جوالك بمجرد ما وهذا رقم الحوالة، توصلك رقم الحوالة وتروح تستلمها على بركة الله. والله احنا نشكر زيارتكم مدينة فلا السياحية، هذه المدينة العامرة، ونقول هذه هي صفة اليمنيين، صفة الكرم، صفة الأخوة، صفة المحبة، ونحن ثابتون على بلادنا وعلى أرضنا، فأهلا بكم ومرحبا بكم في هذه المنطقة السياحية. الآن وصلتني رسالة، قال المبلغ تحول لرصيدك على بركة الله، في أمان الله. شكرا. تابعونا. حنات رعبت الله، حنات رعبت الله، وقلبي يفرج. وذك يا مالي، وذك ها، وذك يا مالي، وذك وذك يا مالي. ما شاء الله. على من قلبك، من قلبك يا مالي يابسان بيابس، من قلبك يا مالي يابسان بيابس. على ورحمة الله، ورحمة الله معالى يا حبس. اوه حكاو، كيف يا حكاو؟ ورحمة الله ما عليها ايش؟ حابس. رحمة الله كما اذن يسر. قالوا بين بسرك تدخل يدك، لو ما قد يدك حتدخل لها لقفة. لا لقفة هنا اسنان، وهذا لقفة ما يضر. يعني ما بشقلك؟ ما بشقلك. انا خايف عليك يا عم احمد. ما بش خوف. الله يبارك في ايامك الحلوة. انا رعوي. رعوي وكالة. وكالة رعوي من أولى لعاد واحد، وتي الموحد نوحز فيها الحب، وتي المرهن هي الحوض. هذا ما هي؟ هذا نوحز الحب بحجر، بحجر دقدقة. وبعدها نجي نشوف في المطحن. وتفعلوا هريش هنا؟ الله مستعان. اليوم هريش يتغطى وعندي على هريش. اليوم عزومة هريش يا أصحابنا. هريش سمن وعسل. هريش هريش عجبك ماشي طلع سمن وحليب ومرق. الله يبارك فيك. سلام. وهذا ما هي قلت لي اسك خير يا استاذ. اشتي المصور يعمل لي لقطه لهنا. الشباب الان ما شاء الله متفاعلين معنا، الجمهور دائما يحبوا. شذره نجي شذره هو الجشوش. هذه جشوبها الذره يعني بالله بالماء ما شاء الله. وبعدين الرياض الريال الحريم يرهنها يطحنها طحي. طيب اكتفاء ذاتي يعني عنده سبحان الله. الريف ما يعانوش من الحصار، يعني اكتفاء ذاتي، اللبن موجود. الطحن الاقتصاد على الطاحن، من الطاحن مطحن هذيك المطحنة. سبحان الله. الموحد وهذا المرهن واللبن هانا والثور مع هذا. هذا ثور. احلب قالوا تيس وصلنا. هذا ثور، هذا
ايش دهرنا ما بلبس رجال اخر والغنى منظر عزام جاهدين احنا ما بش عندنا تخلف لقاءنا هكذا بسيط والغنم يا بركتنا انظر لك من بركتكم انت انت البركه انت وانا وانت والقايم عزيز الحمد لله والقايم عزيز ما والقايم عزيز والقاعد افضل طيب الخاتمه احسن الله خاتمه كمك مزواج ما بش معنا مره ماتت ماتت الله يرحمها ويغفر لها قول امين يكفي ترحم لها الله طيب كم تزوجت؟ فندن نسوى والثالثة في اليد عادي جاي ولا ما؟ عاد انا في يد الله لا قد حييت عادك ناوي؟ ما شاء الله ركب للجهال حقيقة بيقولوا ما قد انا شيبة ها؟ لا تكذبوا على الرجال ولا هذا وذيك وذيك بطلوا هدرة الرجال زوجوه طيب والعيال كانت مزوجين؟ مزوجين الثلاث زوجوه كله والله اني من قلبي يا اصحابنا يا رسول الله حجيت ولا ما؟ الحمد لله ست مواسم ما خليت للباقي انا مغترب كنت مغترب وبعدك انا اسافر معايا جمز اشيل الحجاج واردهم سمعنا من حق الحج الا والحمد لك والحمد لك يا الله الحمد لك يا الله ما شاء الله طيب يا حج احمد نقول ماذا احنا حج احمد الزراعة في منطقة ثلا بما تشتري ثلا بزراعة ايش؟ من جميع الحبوب الذرة العتر البلزن القلة الفول الشعير البلزن من جميع الماكولات بلدة طيبة ورب كريم صح؟ جميع الزراعة طيب في رمضان ما هي الأكلة المفضلة هنا؟ لحوح لحوح ما شاء الله ونفعل صلع على حليب وسم يسمون صلع؟ صلع حليب وسم وياكل والجهة واليوم قد اختلفت الدنيا محل بيكر طيب انت بتاكل في رمضان همبرجر ها همبرجر قلقال همبرجر ما بش عندنا همبرجر ولا بيتزا بيتزا ها البيتزا ما قد اكلتها ولا بيتزا كيف حق جيمس خبز خبز الشعير الخبز الذرة الخبز بيتزا هذا يمني بيتزا يمني هذا اللي بتقول طيب يا عم احمد او نقول يا حجة اشتي تدي لي مهجل ومغارد من حق الزراعه علاقة تسرب الوادي حيام 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 تله وحدي انا واخي مهدي انا واخي مهدي لو طاح الزامة بعد اهل الراعي لقلب اغنامة لا لا وحي اخبر لا لا ويا المعجر من فوق تخبر لا فوق جلاية لا فوق جلاية ما هي الحيامة؟ حيامة حيمت له وحدي قال احنا واخي مهدي ما معنى حيامة؟ يسربوا 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 الوادي طيب هذه حالي عجبتني احنا يسنوا الماء ولا شيء ما يقول ما بش عندنا بوير هنا لا بيسنوا بيسنوا من البرك هذا كيف تحني قدح بان قدح ها قدح هذا اللي ما بش بيار ما بش بيار ما شاء الله ما بيش. طيب عندما يجينا والثمره ولا عندما نشرب نشرب ايوه كنت اشرب الوادي فقدت عينها زيد واحده نعرق لا لا وحي اخبر ثانيه شارك شارقيه لا نشرق شارقيه على الفن شرق شرق او شرق بعاني او شرق بعاني او شرق يبدل فالحيسي صياني فالحيسي صياني ما شاء الله مبدع مبدع بعد ذكرت الفن اهو اذا الفن من زمان اصحابنا الله طيب قبل ما نقفل ونختم اللقاء نصيحتك يعني للشباب لانك قاصرت ما شاء الله ما تنصح الشباب الشباب يطيعوا الله والوالدين ويطيعوا الرسول كلمة عش أحسن من هذا ويزرعوا الله الزراعة لا يفلت الماء أنا كل واحد من 1000 لبنة من 500 لبنة من 700 لبنة كلهم المدينة الرعية كلهم المخازن حقنا ملان حب والبرامل ملان الله يرزقكم من فضله وكرمه الله واشكره إذن أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل أعزائي المشاهدين عدنا وياكم طبعا ما نشتيش نخلص السولفة والدردشة مع الحج أحمد من حياكم الحج أحمد حسن الزعالي
ما بتزعل احد ابدا ابدا ما احلى القلب هذا. اذا نختم حلقتنا هذا لان الوقت المخرج بيقول لي الوقت خلاص تم. هذا هدية بسيطة مقدمة من البرنامج. أعزائي المشاهدين الكاميرا في الريف برعاية مصرف الكوري للتمويل الأصغر. في أمان الله.